السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكرام، انا سامي جيد معكم يا محمد. فيديو جديد فيديوهات لعبة كونكر لاين، واخيرا يا جماعة عودة ايفن فاشن ديل من جديد. بصراحة ايفنت اللي احنا مستنينه جدا، وبالاخص كمان في السفرات الكلاسيكية عشان تبقى عارف. ما شاء الله ناس كتيرة جدا فتح في سيفر تاون سيتي، واكيد كمان ناس كتيرة فتح في سيفر فونكس ايو المميز. طيب بما ان لسه انا مش سكند في السيرفر ده عموما، يعني فنقدر نشرح من خلال السيرفر الحديث اللي هو 3D. اول حاجه هنا بندوس على انتر ذا فاشن ديلز، زي ما انت شايف هنا مديك كذا نوع. اول حاجه فاشن جالري بتقدر تستخدم فيها اللي هو الحجاره الخضراء زي ما انت شايف، تمام، حجر واحد او ثلاث حجاره. في انيميشن معمول ممكن تعمل سكيب انيميشن. طب الريورد ايه موجود؟ زي ما انت شايف هنا الصناديق اللي انت بتاخدها دي بيبقى فيها يوم او يومين من الجرمانات زي ما انت شايف، والمونتات اهو، ودي جرمانات السبت بتاعتها، تمام، ده عشان الحجاره الخضراء والمونتات معاها. خلي بالك فيها جرمانات ومونتات حلوه جدا، فرصه كبيره جدا جدا للناس اللي هي ما قفلتش خالص الورد روب بتاعها، يعني تقدر تعمل شويه شغل حلوين يعني. جميل جدا. طيب نخش على التاني هنا اهو، عفوا لا خليك دي دلوقتي، خلينا هنا الريفر روم. هفهمكم برضو كل الكلام ده كله. لو انت معاك مثلا جرمانت ولا اي حاجه عايز ان انت زي ما اقول لك مثلا ممكن نقول مثلا تحرقه مثلا وتحول لك مثلا لحجاره خضراء او زرقاء او حمراء، وتبدل الحجاره الحمراء دي زي ما انت شايف بالجرمانات الخمس نجوم اللي معاك هنا اهو. في جرمانات جديده، ماونتات جديده، وحاجات جميله جدا 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 زي ما انت شايف اهو، تمام. طبعا بالنسبه للناس اللي هي في الحديثه في صفات الحديثه 3 دي، يعني طبعا بالنسبه لها الكلام ده عادي يعني، فاهمني ازاي؟ لان بالنسبه لها طبعا فكره ان الحجاره الحمراء دي كان محوشينها قبل كده كتير. اليد روم زي ما انت شايف هنا كومن روم، ده اللي حجاره خضراء وده الحجاره الزرقاء، وهنا في حاجه اسمها ماي ويش. ماي ويش ده يا جماعه بقى لما انت بتقعد تلعب كتير جدا 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 بتقدر انت تختار جيمات انت نفسك تجيبه، بس كل النجوم هنا تلات سري ستار، تمام. فانت بقى اختار جيرمنت من الجيرمنات اللي هي مش موجوده في مثلا الشوب اللي تشتري بيه منه مثلا جيرمنات باوند والكلام ده كله. فانت اختار حاجه مناسبه ليك وهي ما تكونش موجوده وتتمناها ان هي تجيلك. يعني مثلا انا مثلا اقدر اختار اللي هو شينينج لاين عشان ده فور ستار، تمام، زي ما انت شايف برضو هنا مونتات اربعة ستار برضو فوليكو جنرال كات حلو ليا جدا، وطبعا بريت انتلوبي. خلي بالك المونتات دي برضو ليها افكتات جميله جدا جدا. لاف هورس زي ما انت شايف فرصه قويه جدا ان انت تقدر تعمل اللي هي الامنيات، تمام، زي ما انت شايفه جيمات 5 ستار، في من جيمات 3 ستار وهكذا، حلو جدا والله. طيب اما بقى احنا شرحنا الكومن روم وعرفنا فيها الجيمات اللي هي 1 ستار و2 ستار وال3 ستار برضو. اليت روم زي ما انت شايف هنا الريورد بتاعها ايه، هنا بيديك 3 ستار ماونت جيت. دي يا جماعه فكرتها ان انت مثلا جمعت 15 واحده تقدر تبدلها، والتبديل بتقدر تجيب منه جيرمنت، بس اهم حاجه لازم يكون معاك الكتاب. اهو ده الكتاب زي ما انتم شايفين اهو كده الكتاب، تمام. بس لازم ان انت تقعد عشان تقدر تبدل، بيطلب منك عدد مثلا معين من الايتمات تانيه بتجيبها من خلال حرق الجرمانات. ممكن تجي لك البلاد جيت، ممكن تجي لك جرمانات ومونتات 3 ستار و 4 ستار زي ما انت شايف اهو، سنو فوكس ديفاين فوكس فرصه قويه جدا ممكن يجي لك سنو فوكس على فكره، غير كمان المونتات اللي هي 4 ستار، غير عندك برضو اللي هي لانر مونكي وكمان سولار مونكي، حلو والله. فدي فرصه قويه جدا ان انت تقدر تستفاد وتقدر ان انت تجمع اكبر قدر من الجرمانات المونتات، لان طبعا بالنسبه للناس اللي هي بتلعب سفرات كلاسيكيه كانت اللي هي تاون سيت او فونكس كاسل، كانت طبعا من ضمن الهدايا بتاعت السيرفر ان هو بيديك حجاره خضراء وزرقاء او حمراء في افتتاح السيرفر، وناس كتيره جدا جمعت اكيد طبعا من الارينا وغيره. فدي فرصه قويه جدا ان انت تقدر تستفاد وتجيب الجيرمنت اللي انت نفسك فيه، اهو بالحظ يعني بصراحه، بس ان شاء الله برضو ممكن يكون في جيرمنت نفسك فيه ولا حاجه يجي لك بالحظ، تمام جدا. ايفنت حلو جميل جدا مش وحش. خلي بالك انا من يعني من عشاق الايفنت الجرمانات ده عموما والله، تمام. اما هنا بقى كينج فاشن بوكس اللي هو اللي ياخد الرانك يقدر ان هو يكسب الجيرمان زي ما انتم شايفين، هو الجيرمان ده اوبن ريسيف 1200 اوكن سبيريت، عفوا مش هياخد الجيرمان ده، لا عفوا هو بياخد حجاره اللي هي الخاصه بايتمات الارشيف، تمام، بيقدر ياخد 1200. هنا مكتوبه ايه؟ اذا بص بقى يا معلم، الهيرو او اللاعب اللي معاه اكتر نقاط تبديل
في الجراند فاشينيست بيقدر ياخد الجايزة الرانك الأول، بيقدر إن هو ياخد 1200 زي ما أنت شايف. وطبعا أنت كل ما بتلعب في الإليت روم، الإليت روم مش كمان روم، الإليت روم بتقدر تاخد 7 نقاط. وطبعا عشان تخش في نظام الرانك لازم تجمع 100 نقطة. أنت عشان تتحسب في الرانكات لازم تخش في الإليت روم، تقعد تلعب في الإليت روم زي ما أنت شايف. حتى هنا بيجيب لك حاجة اسمها ماي وش أمنيتي، تمام، وتجيب العدد المطلوب، خلي بالك وتدوس على كليم، بعد كده تقدر تستلم بعديها الجرمة اللي نفسك فيه او الماونت اللي انت اخدته، تمام. زي ما انت شايف طبعا الرنكات اهو، الرنك الاول 1200، الرنك الثاني للثالث 900 اوكن سبيريت، الرنك الرابع للسادس 600، والرنك السابع للعاشر 300 اوكن سبيريت، تمام. فرصة حلوة جدا تستغلها، وكده هنلاقي تحديات قوية جدا برضو في موضوع الجرمانات في السيرفرات الكلاسيكية تاون سيتي فونكس كاسل. ده كده شرح الايفنت يا جماعة، شرح حلو جدا، بسيط جدا، مميز جدا، يعني كل سنة طيبين وهي تضحى عليكم بإذن الله تعالى. بص يا جماعة، انت معاك جيرمان وعايز تجيب الماتيريال اللي هو بيقول لك والله احنا عايزين مثلا ان انت جبت الكتاب ده، بص كده عشان نبقى عارفين كويس، جبت الكتاب ده مثلا بعد ما جمعت الفريجمانات المطلوبة، جبت الكتاب ده او الكتاب ده، هقول لك والله معلش انا عايزك تجيب لي كمان 2 ماتيريالز معاهم. بتجيبهم ازاي؟ لما بتدوس على انريفر روم وبتحرق الجيرمنت او الماونت اللي هو بيديك الماتيريالز المطلوبه عشان تقدر تغير بيها الايه الكتاب. وممكن هتغير تبدل بيها كتاب بجيرمنت او ماونت على حسب اللي يجي لك. وكمان ممكن يجي لك منها حجاره حمراء، خلي بالك بتجي لك من الجيرمنت 3 ستار ل 4 ستار، انت وحظك، ركز في المعلومه دي، انت وحظك، عشان ما تقوليش لا ده انا حرقت وما خدتش حاجه. الفكرة كلها انت وحظك، ونسبة حظ اعتبرها مش 1%، اعتبرها اقل كمان خالص من 1% بكتير. ده كان شرح الايفنت، جميل جدا والله، والجيمنات المودات الموجودة حلوة جدا. طبعا انا لو كنت يعني بنفضل الجيم ده اقدر اجيب اللي هو بليت كايلن، حلو برضو. عندك اللي افكتات شاننج ليون تقدر تجيبه مثلا من اللي هو، بص انت تركز ما تجيبش ده اللي هو هنا، ده تقدر تجيبه مثلا من اللي هو الامنيات، لان في جرمانات هنا موتات من الامنيات، تركي هانتر، ترمينيتور، طبعا ده 5 ستار، فحاجه جميله جدا بصراحه، حاجه جميله جدا جدا جدا. كان معكم يا محمد من فيديوهات كونكر اونلاين، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.